يعني نستهدف مدرسة، مدرسة نكون مدرسة بهن بجوز مدرسة أطفال أكثر. صحيح. وهاي المدرسة نستهدفها وبدون كلمات بدون ما يكون كذا. طبعاً أكيد. أو فيش أو إشي بيكون ناجح. ويوم سبت يوم سبت في تعويض بيكون يوم سبت 22 في تعويض. بيكون تعويض. إذا اخترنا المدرسة، إذا اخترنا المدرسة، رئيس البلدية عنده استعداد يجي، ممكن الشباب في التنظيم في الإقليم المحافظ، كل هالمؤسسات كلها تيجي وتكون موجودة. إذا توجهنا لها دعوات بشكل شخصي، تفضل تعال أنت بدك تحكي لنا هاي القصة وأنت بدك كذا، أو تمشي. الهدف من الاجتماع اليوم هو التحضير لحملة أبي اقرأ لي، هي حملة بهدف تشجيع الآباء للقراءة لأولادهم وإعادة بناء نسيج علاقة اجتماعية قائمة على القراءة والكتاب. اليوم احنا في مؤسسات طول كرم، والانطلاقة هذا الحملة راح تكون ب 22/11 في كل فلسطين. هي دعوة للآباء من أجل تعميق العلاقة مع ابنائهم بشكل أكبر. لقاءنا اليوم هو لقاء لحملة أبي اقرأ لي، هي حملة مبادرة من مؤسسة تام للتعليم المجتمعي منذ سنوات، ونحن نحيا هذا اليوم في محافظة طول كرم بالتعاون مع المكتبات والمراكز الثقافية والمتطوعين والتربية والتعليم، وإن شاء الله السنة راح يكون ب 22/11 هذا لقاءنا. اللقاء اللي هو الهدف منه اللي هو كسر الحواجز بين الأب وأبنائه. الأب الذكر، مش الأب اللي هي يعني نقول الآباء اللي هي الأمهات، لا، إن بدنا الآباء يكونوا أقرب لأبنائهم في تعليمهم، في تدريسهم، في اللعب معهم، في فهذا الهدف من حملة أبي اقرأ لي اللي بنكون فيها كل عام.